مستمعي فون اف ام، مثل ما متعودين كل يوم ثلاثة في عنا بالتشبيك مع شبكة أسو، طبعا نطلع على يعني أهم الأخبار في مناطق الرقة ودير الزور ومنطقة كوباني، طبعا المناطق اللي ما في عنا فيها مراسلين لفون اف ام. طبعا انطرونا بكل مصداقية وموضوعية والأخبار الدقيقة مع بالتشبيك مع شبكة أسو الأخباري. مستمعي فون اف ام، للاطلاع على اخر اخبار محافظة الرقة معي مراسلة شبكة اسو ياسمين محمد. ياسمين، يسعد صباحك. يسعد صباحك. ياسمين، بدنا نحكي بشكل عام عن الوضع الخدمي بمدينة الرقة. نبدأ اول شيء باهم يعني شيء اللي هو الكهرباء. وضع الكهرباء عندكم بالرقة خاصة بعد انخفاض منسوب نهر الفرات. بالنسبة للكهرباء، شفتي بعد تحرق يعني صار لهم سنتين يمكن عم بلشوا بتمديد الكهرباء النظامية في بعض الأحياء، يعني وصلت الكهرباء، ولكن بعد ما وصل الكهرباء بتجي بس 4 ساعات يعني. وبالأحياء الثانية بيعتمدوا على المولدات والأمبيرات، بتجي 8 ساعات. وأسعار الأمبيرات عندكم ياسمين مقبولة بالنسبة للمواطنين يعني؟ سعرها غالي يعني بالبلدية، سعرتها 800 الأمبير، أما صاحبين المولدات عم بيقولوا ما بتوفي معنا يعني، بيعطوا الأمبير بألف. بالنسبة لموضوع كل بيت ما بي يعني أكثر شيء شغل شيء 3 أمبيرات. بالنسبة لموضوع المي ياسمين، هو متوفر بكل الأحياء بمدينة الرقة؟ في كل الأحياء لا، مو متوفر في كم حي يعني، ومنهم حي رميل يعني، مع انه يعني المنطقة واطية يعني مو عالية لحتى نقول انه المي ما عم تطلع عليها. ما فيها مي، الاهالي اكثر شيء بتعتمد المي يعني عم يشتروا المي يعني بهذيك المناطق. ياسمين، بالنسبة لمادة الخبز عندكم بمحافظة الرقة بمدينة الرقة، متوفرة والجودة طبعا يعني منيحة ولا لا؟ التوفير متوفر بشكل مو يعني كامل، سابقا كانت كتير أزمة، بعد الأزمة لجنة التموين عملت 4 فران مددت ساعات عمل، صارت تشتغل الأفران العصر شوي يعني خفت من الأزمة. وجودة الخبز عندكم ياسمين؟ الجودة مقبولة يعني. ياسمين، نجي لموضوع الغاز. موضوع الغاز متوفر عندكم بمدينة الرقة؟ سعر الأسطوانة 3800، بس سعر 5. أما المواطن من بور الكاز. مستمعينا، في صوت مو كتير واضح. مستمعينا، بنعتذر عن المشكلة اللي صارت أو الخلل اللي صار بالشبكة. نرجع لمراسلة شبكة أسو ياسمين محمد. ياسمين، نرجع لموضوع الخدمات بمدينة الرقة. في خدمات مثل تزوية الشوارع، إعادة أعمار الأبنية، الحدائق، في هيك مشاريع بمدينة الرقة؟ بالنسبة للبناء في بناء يعني، ولكن الحركة خفيفة لدرجة بسبب ارتفاع الأسعار المواد. وبالنسبة للأبنية المتضررة كمان يعني، هلق يعني الأهالي عم بيرفعوا الإنقاط من جديد يعني، بس عم بتسبب مشاكل كتيرة وخطر كبير على الأهالي أكثر من مرة يعني، صارت حالة وفاة بسبب هالإنقاط هاي. يعني عم يسكنوا بنفس البيوت اللي مو مرممة قصدك ياسمين؟ في سكن بهذا الشكل، وفي كمان إزالة الإنقاض. يعني في كتير نازحين ساكنين بهيك يعني أبنية مهدمة، وفي ناس عم بتزيل الإنقاض كمان. ياسمين، يا ترى مين عم بيقوم بهالنشاط يعني إعادة الأعمار، الأهالي ولا منظمات محلية ولا منظمات تانية يعني؟ لا، الأغلبية الأهالي عم بيقوموا بإعادة الأعمار على حساب ياسمين خفيف. على حساب ان الناس عم يرجعوا يبنوا بيوتن يعني. ياسمين، بالنسبة لدور المنظمات بمدينة الرقة، في يمكن اكتر من مخيم بمدينة الرقة، يا ترى شو الاوضاع هناك وشو نوع الخدمات اللي عم تقدمها المنظمات هناك، اذا في طبعا؟ هلأ
هي في مخيمات وفي مخيمات عشوائية بشكل كبير، ولكن ما هي مخدمة بشكل كامل خاصة من الناحية الطبية يعني. ياسمين، كمان في يعني مبادرات بمدينة الرقة مثلا من أطباء من رجال أعمال لإعادة الإعمار أو مساعدة سكان مدينة الرقة. بالنسبة للمبادرات، في أكثر شيء مبادرات الطبية يعني، وباختصاص مختلف عن بعض يعني، مثل اختصاص الأطفال، اختصاص جلدية، اختصاص أعصاب، كلهم يعني أطباء عملوا مبادرة مجانية يعني، معالجة مجانية. المعالجة بالعيادات ياسمين ما عم بيروحوا على المخيمات مثلا أو يدوروا بالأحياء؟ لا، بس بالعيادات وبالمشافي. ياسمين محمد مراسلة شبكة آسو، شكرا كتير إليك.